تنفيذا لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، افتتح وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني افتتح مشروع صادرات البحرين، وذلك بهدف توفير بيئة مثالية لدعم وتنمية الصادرات المحلية والمساهمة في تحقيق أحد محاور رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تتمثل في تشجيع قطاعات التصدير من خلال التأكد من مواكبة الشركات البحرينية للسوق العالمية للمنتجات والخدمات. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ الشيخ الفاضل مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. مساء الخير أستاذ الشيخ، وفي البداية حدثينا عن هذا المشروع الذي افتتحه سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة هذا اليوم، وهو مشروع صادرات البحرين وأهم أهدافه. يمسك بالخير أخوي. طبعا ما ذكرت أن مشروع صادرات البحرين يعد من أهم المبادرات اللي وضعها مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ضمن استراتيجيته لتعزيز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد المحلي، ومنها ومن أهم أهدافها هو تزيد مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي من 30% إلى 40%، وتوفير فرص عمل نوعية للبحرينيين العاملين في هذا القطاع، بالإضافة إلى زيادة من أهم المؤشرات زيادة إجمالي عدد المستثمرين ومتابعة ورصة مدى انتشار المؤسسات البحرينية الصغيرة ومنها المتوسطة في الأسواق الخارجية وزيادة حجم الصادرات الوطنية. نعم أستاذة شيخة، ما هي يعني أهم الاشتراطات التي يجب أن تتوفر في الفئات التي ستتمكن من الاستفادة من خدمات صادرات؟ الاشتراطات سهلة وبسيطة، وأهم الاشتراطات أن تكون مؤسسة يعني ذات سجل تجاري نشط في المملكة، وتكون من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب تعريف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المعتمد لعام 2017، وهو أن لا تتجاوز المبيعات السنوية لهذه المؤسسات 3 ملايين دينار أو أن عدد الموظفين ما يتجاوز 100 موظف. وبالإضافة إلى ذلك أن ما تقل نسبة المحتوى المحلي محتوى المنتج المصنع محليا عن 20%، هذه بالنسبة حق القيمة المضافة للمنتج المحلي. نعم أستاذ الشيخ، أخيرا يعني من أهم أهداف هذا المشروع مشروع صادرات البحرين هو دعم وتنمية الصادرات المحلية والمساهمة في تحقيق أحد محاور رؤية البحرين الاقتصادية 2030 مثل ما ذكرتم. حدثينا عن نوع الدعم الذي تقدمه صادرات البحرين للمستفيدين والذين تنطبق عليهم الشروط التي ذكرتيها. طبعا عندنا قدمنا حزمة من الخدمات صادرات البحرين حاليا تقدمها، ومن أهمها هو تمويل الصادرات. حاليا تقوم صادرات البحرين بتقديم تمويل للصادرات من بنك البحرين للتنمية وبنك البحرين للإسلام، ودعم متميز يصل الى 70% من الارباح السنويه و50% من الرسوم الاداريه للمؤسسات الراغبه بهذا النوع من التمويل. طبعا التمويل يعزز فرص التجاره الدوليه والنمو العالمي، ويتراوح مقدار هذا التمويل بين 30,000 دينار الى 1,000,000 دينار بحريني، بالإضافة إلى تأمين ائتمان الصادرات وهي خدمة غير متواجدة في البحرين. وعقدنا شراكة نوعية مع ضمان المؤسسة العربية لضمان وائتمان الصادرات لتوفير خدمة تأمين الصادرات، ويكون الدعم المقدم فيها طبعا ب 80% على الانشورنس بريميوم أو قسط التأمين، بالإضافة إلى التدريب على التصدير. يمنح المركز برامج تدريبية للمساعدة على وتعزيز استفادة الشركات من المعلومات والمهارات الضرورية للراقبين في التوجه للتصدير. وطبعا الحزمة هذه راح تشمل ورش عمل للتصدير وتدريب المؤسسات وتدريب البحرينيين الراقبين في التصدير، سواء كانت هالمؤسسات غير قابلة للتصدير أو مؤسسة على استعداد للتصدير أو مؤسسة تصدر لكن عندها تدخل أسواق جديدة عالميا. نعم الأستاذ شيخ الفاضل مديرة إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح.